الخريطة اللي غاديين فيها هو حنا في القطاعات الرائدة بالنسبة للتنافسية في المقارنة العالمية، المنظومة الصناعية ديالنا الثالثة. كاين شي ناس اللي كيضربوا ليا في المثال تركيا إلى آخره ولا مصر إلى آخره، المغرب رقم ثلاثة، شكون هو رقم واحد ورقم جوج؟ رقم واحد هو الهند في التنافسية، رقم جوج هو الصين، ورقم ثلاثة هو المغرب. وكنطمحوا باش نوصلوا للرتبة الأولى وكنشتغلوا عليها. غنحاولوا نشوفوا شنو هما المنتوجات اللي يمكننا دابا نرجعوا تصنيع في المغرب. درنا برنامج. هذا البرنامج خرجنا منه 34 مليار كجزء أول ديال الواردات اللي يمكننا نصنعوها هنايا. درنا بطائق ديال المشاريع، عرضناها فريق عمل متكون من عدد الوزارات والمؤسسات اللي غيواكب المستثمر. شنو هو النتيجه ديالو؟ هذه 15 شهر جات عندنا 810 المشاريع الصناعيه، منها الملفات اللي تقبلات واللي كانوا متكامله 731، باقي 25 قيد الدراسه. هذه المشاريع في 12 جهات ديال المملكه، كيغطيو 12 جهات ديال المملكه. 90% ديال راس المال ديال هذه المشاريع راس المال مغربي محض، وغيوفر في هذه البرامج 130 الف منصب شغل. 70% ديال المشاريع بداو يقتنيو الاراضي وبداو كيبنيو، وعندنا استراتيجيات متوسطه المدى باش نوفروا مناصب الشغل قاره. وبالاضافه للبرنامج الحكومي، الهدف ديال هذا القطاع الصناعي هو خلق 400 الف منصب شغل.